تحدي جديد. بالنسبه لي انا الحاجه الوحيده اللي خايفه منها هو نتمنى نكون عند حسن ظن المشاهدين ونكون قد داكشي اللي في بالي. هو عندي شويه تخوف لان البيرسوناج اغلبيه ديال المشاهد لعبتهم لان انا من المطار ديريكتومون البلاطو واغلبيه ديال المشاهد صوروا انا ليستوار كامله مازال ما خديتش السيناريو الوغ كنت خارج المغرب ودخلت فكان واحد التحدي. فديك النهار الاول صورت بريسك حتى الخمسة الصباح مشيت نعس لوندو ما رجعت ما كانش عندي الوقت ولكن الحاجه ملي كتكوني كتبغيها وكتطمحي انها تنجحيها فكنظن غنكون داكشي اللي عندي في الدماغ جيسبيغ يا ربي. انا ديال دونسوز غيوقعوا لها بعد وي في ريستورون ولكن هي ماشي دونسوز زعما بروفيسيونيل هي عاديه وكيوقعوا لها بعد الاحداث اللي كيجيب لها بالها بانها هي ذكيه ولكن هذوك الافكار ديالها وديك الشخصيه ديالها كتخرج عليها شويه. الغريب في الامر هو ان في هذاك الفيلم في البيرسوناج انا عندي دونسوز غنلعب دونسوز في واحد الريستورون وقعوا بزاف ديال المشاكل باش نوصل للمغرب ومع العلم وصلت عرفتي فيلم هندي باش نوصل للمغرب وفيلم هندي باش نوصل للمغرب لان كان بلوكاج ديال لي فول في كوفيد وكانوا قاطعين كاع لي فول ومشيت من ليطالي مشيت لتونس تونس بلوكاوني الوغ وقعوا بزاف ديال الحوايج وانا اي حاجه سبحان الله كيوقعوا فيها بحال هكا كنظن كتكون ديك الاراده انها غتكون شي حاجه زوينه. لا واه كتلقاي راسك كديري بزاف ديال المجهود وفي الاخر كيبقاو كيحطوك في واحد البيرسوناج اللي محدود. الممثل دائما طماع والممثل دائما كيبغي يهضروا له على كاع اعمال واخا يدوز غير مشهد في شي مسلسل كيبغي يهضروا على داك البيرسوناج ما تبقاش تهضر لي على بيرسوناج وحده. بالعكس انا مداوله بالنسبه لي اكسبيريون زوينه ما عمرني ما غندم عليها وما عمرني ما غيبقى فيا الحال لان مداوله هي اللي عرفتني على الجمهور مداوله هي اللي عرفتني على الناس هي اللي عاونتني على بزاف ديال لي بيرسوناج فالفضل الاكبر كيرجع للمداوله مدرسه بالنسبه لي. انا كنطمح لاكثر بحكم انني خدمت بزاف مداوله فكنبغي نوقف هذيك الفتره ديال المداوله لان مدرسه تخرجت من واحد المدرسه كنبغي عاوتاني نطمح لان الفنان بطبعه طماع الوغ كنبغي نطمح انني يشوفوني الناس بحاجه اخرى ويماركيوني بحاجه اخرى. والله اختي ما عندي حتى شي سر السر الوحيد هو انني انا كندير الماكياج وصافي كنمشي نصغر شعري وكنقاد شعري وكنحاول ندير شويه المجهود الحاجه يمكن الحاجه الوحيده اللي بدلت لي شخصيتي او بدلت لي الشكل ديالي ماشي 100% ولكن كندير سبور بزاف فيمكن سبور كيعاون مورالمون فيزيكمون بزاف د الحويجات كيعاون الوغ يمكن هذه ابار الماكياج